وهو يقول حمزة ما يمكنش هاد الشي ما يمكنش. قال الكوتش غي حقه مع كل شي حتى يبان الخطأ فيه. قال حمزة أنا متأكد كاينه شي حاجة ماشي حتى لتما. وهو يقول الكوتش نتمناه ويكون خير. وهما مازالين كيهضروا حتى سمعوا شي واحد تزدحم على الأرض وصار غوتات صحاب صحاب. دار حمزة ومشاهزها بالخف من الأرض وهو كيغوت على الفرنديات احتاجها وهزوها ودخلوها. بقاو برا شحال كيتسناو حتى خرجات الطبيبة لعندهم. قالت فين هو رجلها؟ قالت لها سارة أنا أخته وهو عيان. وهي تقول الدكتور ما يكون بس أنا ديجا أكدت عليه باللي نفسية المدام خاصها تكون مزيانة حيث الجنين عندها معرض للخطر. المهم راها مزيانة طونسيون زليها لكن دابا راها مزيانة ومن الأحسن تبقى بعيدة على الضغط النفسي. قالت سارة واخا شكرا بزاف. يلا بغت تهدر سارة مع حمزة وهو يقول بلا ما يشوف فيها أنا غادي عند سيف الدين. وخلاها وزاد وغير دخلات عند صحر لقاتها متكية كتشوف في السقف وحاطة إيدها على كرشها. سولتها كي كتحس دابا. قالت لها صحر الحمد لله. وهي تقول سارة بلا ما تخلعي أنا متأكدة باللي خويا ما كيديرش داكشي. قالت لها صحر عارفة. قالت سارة إيوا أشنو اللي قلقك؟ في التحقيق إن شاء الله غدا تبان براءة خويا. قالت صحر إن شاء الله. سارة ممكن تخليني بوحدي؟ سارة استغربت وهي تقول صحر واش انتي مخبية عليا شي حاجة؟ قالت لها صحر لا ولكن بغيت نبقى بوحدي حاسة براسي عيانة. قالت لها صحر على خاطرك وشدت ليها في ايدها وقالت إلا بغيتيني أنا برا. غير خرجت سارة وسدت الباب وبداو دموع صحر كينزلوا. صدمتها كانت كبيرة اليوم وخايفة من اللي جاي. وعند حمزة دخل عند سيف ولقاه متكي وشاد راسه بإيده ووجهه حمر. قال السيف مالك؟ جاوبه سيف الدين قال له شفتها أحمزة شفتها. ما يمكنش نكون كنت خايف. قال لي حمزة شكون صاحبي؟ وهو يقول سيف الدين نادية. حمزة ما بانش عليه أثر الصدمة نهائيا الشي اللي شكك سيف الدين. وهو يقول شفتك ما تصدمتيش. قال له حمزة سيف نادية باقة عايشة. سيف الدين شنق عليه وهو يقول اش كتقول باش عرفتي وإمتى وكيفهاش؟ قال لي حمزة بانت لي اليوم حتى أنا ملي كنت سايق وما طيقتش عينيا ولكن الشبه كاين كبير. سيف الدين زير إيديه وكيهضر من تحت سنانه وقال خاصني نلقاها. قال لي حمزة سيف سحر سخفات قبيلة. وهو يقول كيفهاش وفين هي دابا؟ ما تسناهش يجاوبه وانتر سلوكات غيال في إيديه وجمع الوقفة وخرج وحمزة تابعه. بقى غادي في الكولوار حتى بانت ليه سارة جالسة وضرب فيها وحل الباب. كانت ساهية كتفكر حتى تحل عليها الباب. تقدم عندها بخطوات سرعة وعينيه كلهم خوف عليها. حط إيده على كرشها وقال كل شي مزيان مالكي أشنو ترى؟ سحر دورات وجهها عنده وقالت شفتيها ياك؟ سيف الدين بحل ضرب الضو وقال شكون؟ قالت راك عارف شكون. سيف الدين بقى ساكت شحال وقال نادية. سحر عينيها غرغر وهي تقول بشوفة واحدة منها خسرتي مباراة. قال سيف الدين كيفهاش؟ ايش كتروني؟ انا ما انتبهتش وهو غفلني وما عرفتش كيفهاش داكشي ديال التعاطي شرحوا لي غير الطبيب. وهما مازال كيهضروا حتى سمعوا الدقان في الباب وقال سيف الدين ادخل. قال لي حمزة سيف بغيتك برا. ناد سيف وشاف صحر وباس لها راسها وخرج. كيخرج لقى جوج واقفين مع حمزة. قال الشخص مسيو سيف تفضل معانا.
سيف الدين قال له فين، وهو يقول الشخص خاصنا نحقه معك. سيف الدين قال اسمعني يا الشريف، مراتي حاملة وخاصني نوصلها للدار، تقدروا تتبعونا ولا شوفوا شنو تديروا، ولكن راه ما غادي نتحرك من هنا حتى ندي مراتي لداري. حمزة شاف فيهم وبدا كيهضر معهم بشوية وكيحاول يهدي الوضع، حتى في الاخر وما وليه براسهم ومشاو كيتسناو برا. مشى هضر مع الدكتورة ومن بعد رجع عند السحر اللي لقى سارة معاها، شدها من خصرها وخرجوا على برا وركبوا كاملين مع حمزة وتبعوهم البوليس. طريق كاملة وهي غير ساكتة، وحتى سيف ما نطقش، حاس براسو تايه. وصلوا للقصر وحل الباب وخرجها، وقبل ما يدخل جرها عنده وعنقها وقال تهلاي في راسك وفي ولدي بينو ما رجعت. سحر هزات عينيها فيه ورجع ضمها لعنده وهمس لها في ودنيها وقال ابقاي في القصر وما تخرجيش منه. حركات سحر راسها ودخلات، اما سيف ابقى كيوصي الجارد وحتى حمزة. سحر غير دخلات وما هدرات مع حتى شي واحد. طلعت دغيا البيرو سيف الدين وبدات كتنبش في كل قنت، خاصها تأكد انه ما كيتعطاش. وهي كتقلب الفتنة دارها بيسي اللي بقى محلول، الفتنة دارها البيسي اللي بقى محلول، وكانت الصورة في الكوزينة فين كاينه رقية بوحدها. كانت كتشوف ليمن وليصر وكتأكد باللي ما كاين حد. عاد ركبت ديلونتي وبدات كتجر بحال شي جلدة من وجهها. بقات سحر مصدومة قدام داكشي اللي شافت، جلسات فوق الكرسي وإيديها على فمها وسدات البيسي وهي كترجع ذاكرتها باش تأكد شكوكها. نفس الطول والصوت، نفس الطول والصوت مشابه، وهي تقول ما يمكنش، وهي باقة في حالة صدمة حتى تحل عليها الباب. كانت سارة اللي حلت عليها الباب، قالت سحر علاش جالسة هنا؟ سحر باقة تحت تأثير الصدمة وهي تقول والو، غير بغيت نبقى هنا وصافي. وسكتات بحال تفكرات شي حاجة ورجعت كملت هضرتها. سارة ما كملتيش ليا، شكون قتل نادية؟ سارة بحال فتحات ليها جروحها مرة أخرى وقالت ما عرفتش. قالت سحر كيفاش ما عرفتيش؟ ولكن انتي قلتي ليا شفتي شكون. قالت سارة اه، ولكن مؤخرا ما بقيتش متأكدة، ما باغا نظلم حد، تيقيني نهار نتأكد غدا نجي نقول ليك. قالت سحر اوكي. وهي تقول سارة يلا هي نزلي معايا، راه الفرملية ديالك جات، داكشي علاش كنت كنقلب عليك. قالت سحر واخا، وجمعات الوقفة وناضت. نزلت مع سارة لتحت، كانت بنت شابة في العشرينات، شعرها كحل وحروفها كلهم كحلين، زوينة جالسة وكتسنى في سحر حتى نزلت. وهي تقول مساء الخير مدام سحر، أنا الممرضة اللي غدا تشرف على حملك. قالت لها سحر مساء النور. بقاو كيهضروا ومريم كتسول سحر كيفاش كتحس وعلى الماكلة والفيتامينات. بقاو هكاك حتى جات الحاجة وشريفة اللي ولاو كي الحلاقة ما كيتفارقوش. قالت سارة فين الحاج ما شفتوش. قالت الحاجة سافر، اداوه الجارد لبلاد بواه باغي يرتاح. سارة ما جاوبتهاش، حدها حركات راسها وبقاو كيهضروا لتحت. اما سحر ناضت بشوية وطلعت لفوق، دقات على حمزة وحليها وهي تدفعو دخلات. وفي نفس الوقت كان شخص واقف وما زقلش الفرصة الذهبية اللي جات بين ايدي. ثبيت حمزة لداخل. قال حمزة مالكي أصحر أشنو واقع؟ صحر قالت حمزة محتاجاك تعاوني الله يخليك. حمزة قال مالكي دوي؟ قالت نادية. وهو يقول حمزة شفتيها؟ قالت له صحر إذا حتى أنت شفتيها ياك؟ قال آه شفتها. وهي تقول له أجي معايا تشوف شي حاجة. جراته من إيده
وطلات حتى ما بان ليها حتى شي واحد، ومشات للبيرو سداتو. كي دخلوا داتو يشوف البيسي وهو ما فاهم والو، حتى كتبان ليه رقية كتحيد بقايا ماسك من وجهها وليلونت. قال حمزة ما فهمت، وهي تقول له صحة رقية هي نادية، والله حتى هي اللي كتلعب علينا. شوف الماسك كيشبه شوية لوجه نادية، وحتى صوتها فاش هضرات معايا. قال حمزة بلاتي بلاتي، إمتى هضرات معاك؟ بدات صحر كتعاود ليه من اللي جات عندها وشنو طرا. حمزة بقى غير مصدوم، وهو يقول ولكن علاش رقية غدا دير هادشي؟ قالت صحر ما عرفتش، انا متأكدة باللي هي دارت لسيف شي حاجة. قال حمزة خاصنا نتأكدو، ولكن هادشي خطير ورقية معنا في الدار، غنخاف هات اديك. قالت له صحر ما تخافش، ما حدنا ما مبينينش ليها والو، راها ما غدير والو، وكون بغات تأديني غدا ديرها من شحال هادي. قال حمزة بالعكس، هادي هي فرصتها، سيف كان حاميك، ما كانتش لاقية كدير دوز ليك، وإلا علاش غدا تصيفط سيف في مونتيف وتبعدو من القصر في الوقت اللي كانت إمكانها تبان في حياته من جديد بطريقة أخرى. قالت صحر ما عرفتش، وهو يقول حمزة أنا ما يمكنش ليا نخليها هنا، وهي تقول له صحر ولكن راه هي الحل الوحيد اللي غيوصلنا لبزاف د الحوايج، خاصها تبقى قدام عينينا. قال حمزه خفت تادي اللي في الدار، وهي تقول صحر الكاميرات كاينين في الدار كامله، وتفكرت باللي غادي يكون سمع داكشي كامل اللي كان كيطرا في بيتها ملي كتعاود ليها ساره. قالت وهي تقول ويلي ويلي. قال حمزه مالكي؟ قالت صحر والو، انا خاصني نمشي حتى من بعد ونهضروا. حلات الباب وخرجات متوجهه نيشان البيت ساره، كدعي الله تلقاها تما وما تكونش باقا جالسه لتحت. حتى خرجات في الفرمليه ديالها، وهي تقول اشنو كديري انتي هنا؟ قالت لها مريم مدام كنقلب عليك، خاصك تشربي دابا هاد الفيتامين. حلات يديها وعطاتو ليها، وهي تقول صحر واخا، وخداتو من عندها وشكرتها، وهي تقول مريم الا احتاجيتي شي حاجه انا لتحت. دخلت عند ساره ولقاتها في بيتها، وهي تقول ساره. قالت لها نعم. قالت اجي تجلسي. مشات سحر جلسات حداها وهمسات ليها في ودنيها اجي معايا للحمام. ساره استغربت وقالت علاش؟ قالت سحر نوضي. نادت ساره ومشاو للحمام، وهي تقول صحر سمعيني انا ما عرفتش واش بيتك فيه كاميرات ولا لا، ولكن بيتي فيه، وسيف الدين غيكون كيسمع اي حاجه باغا تعاوديها ليا. ساره طرطقات عينيها وقالت اويلي. صحر قالت قلت ليك هادشي باش الا بغيتي تقولي شي حاجه تردي البال. قالت ساره ولكن غيكون عرف داكشي دنور الدين. قالت صحر ما عرفتش، يقدر يكون ما شافش، اما كون قتلو في نهارها. شكرت ساره سحر، وخرجت سحر نيشان لبيتها حاسه براسها عيانه وخاصها تفكر مزيان. وبقات كتفكر، هي عارفه اللعبه غير من رقيه، ولكن هو بالنسبه ليه هديك هي ناديه. تقول له الحقيقه ولا تسكت؟ تخليه موهم باللي هديك ناديه وتشوف واش غادي يدير؟ عاد تقول له الحقيقة، ولا ما تمتحنوش وتقول له الحقيقة نيشان؟ وفي مكان آخر سالت تحقيق مع الكوتش وسيف الدين اللي كان على أعصابه وما قادرش يبرد، كيحس براسو تلعبات عليه مزيان، ولكن شكون كتروا عليه العديان، حتى ما بقاش قادر يفرق شكون الصديق وشكون العدو. وفي زنزانة بوحدو جالس متكي على ظهره وكيفكر، وإلا كانت هاديك بالصح نادية أشنو غادي يبقى؟ بالنسبة لي ومن بعد تفكير عميق مع راسو ما غيطرح حتى شي تغيير، فين كانت أعوام هادي؟ خاصو يلقاها ماشي باش يرجعها أو لا يحيي ما مات،
ولكن خاصو ضروري يفهم اشنو وقع وكيفهاش وعلاش ولدو اللي كانت حامله بيه. ولكن خاصو ضروري يفهم اشنو وقع وشكون هاديك اللي كانت مشنوقه قدامه. راسو كان فعلا كيدي ويجيب. وداخل السجن جوج اشخاص واقفين، واحد لابس اللبسه ديال حراس السجن وواحد عادي. قال الشخص الاول: غتعطي هذا لسيف الدين اللي عاد دخل دابا. قال الحارس: ولكن ماشي فابور. قال الشخص الاول: ما تخافش بحلاوتك. جبد من جيب جاكيت ديالو جوا وقال له: هاك. حل الحارس داك الجوا ورسم على وجهه ابتسامه مبينه رضاه على المبلغ اللي تعطاه. وغير عطى الشخص للحارس داك الشي وخرج من ابواب السجن وركب في طوموبيلته اللي كان فيها شخص اخر كبير شويه في العمر جالس حداه. قال الشخص الثاني: اعطيتيه داك الشي؟ وهو يقول الشخص الاول: اه الوليد ما تخافش غيوصلهم ليه. قال الشخص الثاني: نشوفوا ردة فعل سي سيف ملي يعرف هادشي ويعرف مراته في اش من زوبيه حطها. بغيت نشوفه وهو كيتحرق على كبدو كيف ما تحرقت انا شحال هادي. قال الشخص الاول: ولكن رقيه عرضنا حياتها للخطر. قال الشخص الثاني: حيد عليا من رقيه، مهمتها تدخل سيف الحبس ثلاث وهنا غدا تحبس. طيقات راسها خت نادية. قال الشخص الاول: الوليد قلتي لي داك النهار غتشرح لي هاد الشي. وهو يقول له الشخص الثاني: سمع ولدي، رقيه ماشي خت نادية، مساله شبه فقط، ولكن هي من صغرها في بالها راه نادية ختها حيت كبروا بجوج، وهادي قصه طويله نمشيو للدار ونعاودها لك. قال الشخص الاول: والواحد يخاف منك. ضحكوا وكملوا طريقهم وهما حاسين بانتصار سنوه سنين هادي. جالس فوق ناموسية باغي غير يبرد راسو، عقله محبش من التفكير فيها، مخلوع عليها وهو ماشي حداها. وخا خلاها أمانة الحمزة وليغارد، ولكن قلبه ما مرتاحش عليها، وفي هذا الوقت خاصو يكون في جنبها أكثر من أي وقت. أبقى جالس هكاك حتى دخل عليه حارس السجن. قال الحارس: جاتك هادي؟ قال له سيف الدين: من عند من؟ وهو يقول الحارس: ما عرفتش، أنا كلفوني نوصلها ليك. شاف فيه سيف الدين بشوفات ديال الشك وهو كيخنزر، وخدا من عنده هاديك الرسالة. حل الجوا وهو يلقى فيه تصاور، يا ريت ويا ريت ومات قبل ما يشوف دوك التصاور. كانوا تصاور كاميرا مراقبه باين فيها حمزه داير مخده فوق وجه يحيى، والصوره الثانيه كان فيها حمزه شاد في ايد يحيى ومعاهم خطيب البنت اللي كان سيف باغي يهربها وحصلوها وقتلوها. وكان حمزه في صوره اخرى عاطي سلاح الخطيب ديك البنت اللي تهجم على سيف في الليل باش ينتقم لخطيبته اللي ماتت. والصورة الثالثة واللي خلات عقله يدور وإيده بدات ترجف، كان سيف معنق نادية ووحدة أخرى شاد لها في إيدها بنفس اللبسة اللي شافها بها اليوم، طاحوا من إيديه تصاور وهو كيرجف. أبقى جالس ووجهه كيحمار وعضلات جسمه كتشد، العروقة اللي في جبهته بانو بكثرة ما تعصب، حاس بنار حارقاه. كيتفكر ايامه مع حمزة، كيتفكر طفولته معاه، وكيتفكر كيفاش كان كيعود ليه مشاكله، وكيفاش كان كيشكي عليه همه، كيفاش كان تايق فيه كتر من اللي كان تايق في راسه. مستحيل وألف مستحيل يشك في حمزة، حيت أصلا ما خلاش ليه فين يشك. يا ما عاونه وقف جنبه كصديق، وهو في هذا الوقت كامل كان أكثر عدو متخفي، عدو كيجلس معاه في طبلة واحدة ويقسم معاه طعامه وكلامه. كيتفكر ضحكتهم اللي كانت كتعالى وهما بجوج كيتفكروا آخر لحظة، وكيتفكر كيفاش كان قبايلة جروا عنده وهدر معاه. قال له: حمزة، مراتي أمانة عندك.
حمزة ابتسم وقال ما تخافش يا صاحبي. سيف الدين قال ما تقولش لي يا صاحبي ما تخافش، راه جوج نفوس تما وهما حياتي، حميها بحال انا اللي معاها. غير هاد الايام بينو ما سالات هاد الروينه. حمزه ابتسم وقال ولا عليك، مراتك وولدك غادي نحطهم في عيني. عنقو سيف الدين، وكانت هاديك هي اخر هضره بيناتهم. ما حسش على راسو حتى بدا كيغوت على حر جهدو. سيف الدين وعروقو خارجين قال حلو حلو، وبدا كيضرب في القضبان اللي كانوا قدامه وكيغوت بكاع جهده. جاو جوج الحراس كيجريو يشوفوا شنو واقع، وقال سيف الدين حلو مراتي غيقتلوها. حلو، قال له الحارس سي سيف الله يخليك برد وجلس في بلاصتك. قال سيف الدين ما كاين لا جلس لا والو، حلو عليا الباب، كنقول لكم حلو مراتي غدا تموت. كيغوت بحر جهده وكيضرب في القضبان اللي كانوا قدامه حتى قربات ايدو تسيل بالدم. بقاو كيشوفوا فيه وهما ما عارفين ما يدير، ومشاو عند المدير ذا السجن واللي طلب منهم يخرجوه ويجيبوه عنده. وداكشي اللي كان غير وصل لمكتب المدير وجلس ورجليه كيترعدو، وبدا كيعاود ليه كل شيء وهو هاز الجوا وكيشرح ليه. وفي القصر حمزة صرفقها حتى طاحت فوق الفراش وقال واش تسطيتي ولا مالكي؟ قالت له رقية علاش؟ قال لها حمزة جاية حتى لهنا وكتحيدي الماسك، واش هبلتي؟ وعاودت تحنى عندها وشدها من فكها وورك عليها وقال سحر شافتك ضربتي لينا كل شي في الزيرو. قالت له رقية انقتلوها. وهو يقول حمزة كنا ناويين ولكن بغبائك ما غاديش نقدروا. قالت له رقية اسمح لي، شاف فيها شحال وخرج وشاف مزيان باللي ما كاين حد، وخرج وجر الزيف اللي كان داير فوق الكاميرا مخلي رقية كتسترجع ذكرياتها شحال هادي. حمزة كيقول ليها كيف هاش يارا اش كديري هنا؟ كيطلعها وينزلها وقال انا قالوا لي متي في اكسيدون، شي حد قطع عليك الفرانات. يارا اللي هي رقية قالت له حمزة عافاك خليني نشرح ليك. قربات منه باش تقيسوه ويبعد وقال ما تقربيش ليا، انتي عايشة هنا وانا مخلياني كنتعذب من نهار متي. قالت له رقية اللي هي يارا بزز مني والله، وبدات كتبكي وقالت اختي ماتت وكان خاصني نجي. قال حمزة كيف هاش اختك؟ شكون اختك؟ ياك ما عندك حد؟ قالت له رقية عندي اختي وهي اللي تزوجات بصاحبك، ولكن عمري ما بغيت نجبد عائلتي لشي واحد. قال حمزة كيف هاش انتي خت نادية؟ قالت له رقية اه، وهي كتبكي. قال حمزة ما يمكنش كيفاش هادشي؟ رقية كتبكي وقالت حمزة عاوني ياك كتبغيني، ياك هاد سيف هو اللي كنتي كتقول لي راه كان ديما كيدير عليك واحد، وكانت اي حاجه كتعجبك في الحياه كياخذها لي، ياك كنتي كتبغي شي بنت قبل مني وهو عارف وداها ليك. هادي ماشي صحبه، خاصك تنتقم منه، ياك هو كيعاملك كشي عبد عنده. نرجعو دابا. كانت جالسه الحاجه والحاج اللي رجع من اللي ساق الخبار لهادشي. الحاج تفكر هضره ساره وهو يقول الحاجه قتلتي ناديه؟ الحاجة بالصدمة قالت له كيف هاش؟ وهو يقول الحاج كيف ما سمعتي؟ غتقولي لي الحقيقة. الحاجة رجعت بذاكرتها اللور شحال هادي. كانت نادية خارجة من البيت حتى عيطات لها الحاجة وقلبها كيضرب. قالت نادية دارت قالت لها نادية دارت وهي كتحاول ما تبينش خلعتها. نادية بابتسامة قالت نعم الحاجة، وهي تقول الحاجة غتمشي معانا الأسبوع ولا لا؟ قالت لها نادية لا. هبطت الحاجة راسها ومشات نادية حتى كانوا رجعوا من أسبوع وتصدموا كيف ما تصدم سيف الدين. أنا رجعوا لدابا. قالت له الحاجة اسمع الحاج أنا غلطت في الماضي
وفي حياتي بزاف، وحيت سيف لمو، وهو عرف الحقيقة أنني ماشي مو، ولكن وأنا هكاك كان عزيز عليا بالرغم من أنه ولد مرة أخرى. كنتي معاها ولكن توصل بيا نقتل؟ حتى لهذه الدرجة كان بان لك خايبة؟ الحاج بقى غير ساكت، ما عارف ما يقول، ما تيقش حتى هو هضرة سارة، ولكن خاصو يفهم علاش شكات في مراته. حمزة كان ديما كيشوف في سيف شوفت واحد حقق الأحلام اللي كان هو باغي. علاش سيف يدير؟ وعلاش سيف يكون هو القائد؟ وعلاش وعلاش؟ احتمل البنت اللي بغى حمزة تزوج بها سيف الدين. حمزة ماشي بغى نادية، حمزة عنده مرض اللي بغاها سيف كتولي عينه عليها، وهذا كان هو السبب اللي مخليه يدير إيدو في إيد رقية. وحتى نور الدين كان معاون معاه، وحمزة اللي قتل يحيى حيث يحيى سمعو كيهضر مع نور الدين وهدو باللي غيقول كل شي لسيف الدين، فكان أنسب حل لحمزة هو يقتله ويجبر نور الدين يمشي يقتله رغم أنه كان أصلا ميت، ولكن بقى في اعتقاد نور الدين أنه هو القاتل. كانت جالسة سحر في بيتها متكية حتى ناضت لبسات حويجها ونزلات، وهي في بالها حاجة واحدة، هي تمشي تشوف سيف الدين. حاسة براسها مخنوقة هنا بلا بيه، كانت نازلة في الدروج حتى خرجات في الفرملية مريم، وهي تقولها مادام فين غادية؟ سمحي لي ولكن ما خصكش توقفي بزاف، قالت لها السحر نص ساعة ونرجع. وهما كيهضروا حتى وقف عليهم حمزة خاشي يدو في جيابه وقال فين غادية؟ سحر جراته شوية باش ما يسمعهم حتى شي واحد وقالت غنمشي عند سيف. حمزة تخلع خافها لا تكون غادة تعبت ليه وقال وعلاش؟ قالت له سحر كيف هاش علاش؟ وهو يقول لا غير تخلعت، يحساب لي وقع عليك شي حاجة. قالت له سحر لا ولكن بغى نشوفه ومن حقه يعرف هاد الشي درقية. قال ليها حمزة اوكي يلا انا غادي نوصلك، وهي تقول له سحر بلا ما نعذبك غنمشي مع الجارد. قال ليها لا لا انا اصلا باغي حتى انا نشوفه، انا اصلا باغي نشوفه. قالت له اوكي. خرجوا برا وركبات معاه، وغير بغاو يتبعوهم ليجارد وحبسهم حمزة وديمارا وزاد. ركبوا في الطوموبيل ومشاو في الطريق غادين، وكيهضروا حتى حسات بشي واحد موراها حط ايديه على نيفها، ومن بعد هاد اللقطة كان غير السواد في عينيها بعد ما فقدات الوعي. كانت رقية اللي مخبية اللور واللي ما ردتش ليها سحر البال من اللي ركبات. قال حمزة رديها اللور واجي في بلاستها وفي القصر. قالت لطيفة سارة ما بانت ليكش سحر؟ وهي تقول سارة لا قبيلة خليتها غدا تمشي لبيتها. لطيفة قالت مشيت لبيتها وما لقيتهاش. قالت لها سارة ما عرفتش. وهي تقول لهم مريم سمحوا لي واش كتقلبوا على مدام سحر؟ قالت لها لطيفة وسارة اه. وهي تقول لهم خرجت مع مسيو حمزة. قالت لها سارة فين؟ قالت لهم ما عرفتش، سمعتها كتهضر على مسيو سيف. سارة خرجت عند الجارد وهي تقول لهم ممكن تديوني لعند سيف؟ شافوا في بعضياتهم من بعد ما سولوا الحاج بالتليفون ووافق، وهو يقول الجارد تفضلي معانا. طلعت معهم سارة وهي كتسائل علاش ما تداوهاش معهم، على الأقل غير سولوها. طلعت معهم سارة وهي كتسائل علاش ما تداوهاش معهم، على الأقل غير يسولوها، راه أكيد غدا تبغي تشوفوها. مدير السجن قال سمعني يا سيف، باك عنده فضل عليا في هاد المنصب اللي أنا فيه، وأنا نطيق هاد الشي اللي قلتي، ولكن ما كاينش دليل أن مراتك في خطر. أما حمزة في الصورة اللي داير مخدة فوق ولد عمك كفيلة باش نجيبوه ونحقه معاه. سيف الدين قال هي دابا يلا غيعيط على واحد من البوليس، ادخل عندهم
كيبلغهم باللي كاينه زياره لسيف من عند ساره. قالوا المدير دخلها. دخلت ساره وناويه تغوت على حمزه وسحر، حتى كتلقى غير المدير اللي ناوي يخرج ويخليهم هي وسيف. ساره استغربت وقالت سحر وحمزه مازال ما جاو؟ قال لها سيف الدين كيف هاش؟ وعلى اثر هاد الهضره توقف المدير ديال السجن ودار عندهم. سيف الدين بدا غادي خارج والشرار في عينيه، حتى حبسوا المدير. قال له سيف سيف تهدن. قال ليه سيف كيفاش بغيتيني نتهدن؟ اخطفها، انا متاكد غادي يكون خطفها. دار كيشوف المدير وعينيه مدمعين، عمره ما حس بالضعف بحال هاد المره. قال امراتي حامله، ومع اخر جمله دار يدو فوق راسو وبدا كيعاود نفس الجمله امراتي حامله. قالت له ساره كيفهاش؟ كيفهاش خطفها؟ شكون خطف؟ اشنو واقع؟ هو يقول المدير حمزه متهم بجريمه قتل يحيى وخطف المدام سحر. انطق بهذا الكلام وخرج كيعطي تعليماته باش يبداو البحث. ساره بقات غير واقفه وهي مصدومه، تزدحات فوق الكرسي اللي كان موراها كتشوف سيف وعينيها نازلين بالدموع. اش دار خوها حتى يتغدر ديما من عند اعز الناس عنده؟ بقات هكاك حتى اللحظه اللي انفجرت بالدموع، وسيف كانت حالته ماشي قل من حالتها. حاس براسو عطى مراتو بايديه، بقى جالس ورجليه كتزعزع بالاعصاب وهو كيحاول يفكر فين غيدي سحر. بقى كيفكر ويفكر حتى دخل المدير وقال عندك صراح مشروط، ولكن غنبقاو متابعينك حتى تثبت براءتك، وما عندكش الحق تخرج من المدينة ولا تسافر لشي بلاصة، وراه بدينا البحث على مراتك وإن شاء الله غادي نلقاوها إلا كانت شي حاجة علمنا. سيف وسارة خرجوا رجعوا للدار، ودخلت سارة كتبكي وعودات لهم كلشي. لطيفة رجليها فشلوا عليها وهي تطيح على طولتها. أما سيف طلع لبيتو وبدا نيشان كيقلب في الكاميرا اللي من صدمة حمزة بمشكة سحر لعند سيف الدين انسى ما مسحهاش، وبدا كيشوف من اللي دخلوا هو وياها والهضرة اللي دارت على نادية ورقية وهو غير شاد راسو. رجع كيشوف كاع التسجيلات وآخر واحد كان حدا الباب من اللي طلب منها حمزة يوصلها. غير سال هادشي وفهم الفيلم وهو ينوض وهز فرد وخشاه مورا ظهرو وزاد وعينيه غيخرجوا بالأعصاب. وفي مكان آخر قالت رقية وإلى لقاونا. ابتسم حمزة وقال مستحيل يفكر سيف باللي مراته مخطوفة في وحدة من ديور، أكيد غيقلبوا كاع البلايص من غير دار سيف. وفي القصر، القصر كله مقلوب، شي مصدوم من رقية وشي قلبه خارج على سحر. لطيفة كتبكي وكتقول الله يا ربي وفين كان كيتسناك هادشي. سارة حابسة دموعها بزز وكتقول خالتي باركة إن شاء الله غدا ترجع سيف غيردها. شدات لطيفة راسها وهي كتحسر. أما الحاجة صدمات من رقية وعمايلها، وشريفة غير جالسة اللور وكتشوف صحتها نهار على نهار كتراجع، ما بقاتش عندها الصحة باش تدخل، سحرات ورجع عليها السحر واللي نواتو لسيف وحفراتو ورجع عليها. وفي الصالون جالسين رجال الأمن مع أم رقية اللي كانت كتقول أنها أمها وكيسولوها. قالت أنا ما عندي حتى شي دخل بهذا الشي، كانت كل مرة كتهددني بالله غتأديني إلى ما قلتش أنها بنتي. قال لها الشرطي تفضلي معنا المقر، وهي تقول أم رقية علاش؟ قال لها تحقيق مدام، وعلى هاد الخضرة خرجوها معهم والحاجة رافضة تهز فيها عينيها لا هي لا الحاج. بقات ما هاز قارو كيكميه وكيفكر حتى عيطولو من المركز الأمن ديمارة موبيلتو وزاد وفي بيت الجبل في الصالة اللي فيها تفريشة على الأرض. سحر مربوطين إديها بحبل وراسها نازل وهي فاقدة الوعي. قالت رقية ملي غدا تفيق اش غنديرو فيها؟ قال حمزة غنرجعو نعسوها. وهي تقول رقية وانت منين جاوك سوارد هالدار؟ حمزة كيتفكر شحال هادي. قال
بيت جبل تحرق كله. قال لوسي في الدين: لا، غير شي حوايج اللي تحرقوا بحال الأثاث. قال لي حمزة: يا خسارة. هو يقول سيف الدين: يمشي وعشرة منه وتبقى لي غير مراتي. قال لي حمزة: الحب خاي. وهو يقول سيف الدين: راه بداو فيه الإصلاحات ولكن ما كانش الوقت فين نطلع نشوف فين وصلوا. قال لي حمزة: أرى سوارت أنا غنطلع نشوف. سيف الدين قال: غادي تدير فيا خير. وجبت سوارت وعطاهم ليه وقال له: حتى ترد عليا ملي تمشي. قال لي حمزة: واخا. وهي تقول: ما فهمتش علاش خاطفها ملي ما غدير ليها والو، ما استفدنا والو. حمزة قرب ليها وضربها بإيديه لراسها وقال: كون ما خطفتهاش كانت غتعاود كل شي لسيف. غير قال هاد الكلمة وهو يتفكر الكاميرات. أوف يا لطيف. دفع رقية بالجهد ومشى هز سوارتو وخرج. وفي دائرة الأمن قال المدير: ما عندك حتى شي فكرة على شي بلاصة كيمشي ليها ملي كيكون بوحدو؟ قال له سيف الدين: مشيت لكاع البلايص ما كاينش. وهو يقول المدير: سيف انت صاحبه، فكر. ولكن فكر بتفكيره، إلا خطفتي شي واحد فين غديه والمنطقة صغيرة؟ سيف الدين قال له: غنديه لشي بلاصة اللي ما تطيحش على الاخر في باله. قال له المدير: بحال هاش. وهو يقول سيف الدين: ما عرفتش. قال المدير: المهم احنا راه المطارات علمناهم والشرطة الطرقية عطيناهم نمرة الطوموبيل اللي شداتها كاميرات المراقبة اللي في برا القصر. قال سيف الدين: انا ما يمكنش ليا نبقى هكا. وهو يقول المدير: سيف تهدد، راه ما غنوصلو فين الا خدمتي بوحدك وتسرعتي. سيف الدين قرب حتى لوجهه والدق. قال: مراتي حامله، حامله، يقدر ياديها ولا يادي اللي في كرشها، وما غتقدرش تدافع على راسها، واش كتفهم؟ وفي مكان اخر قال الشخص الاول: خفت رقيه تعرف الحقيقه. قال الشخص الثاني: وها هي عرفات. وهو يقول الشخص الاول: واش من نيتك الوالي؟ غتعلم بينا البوليس. قال الشخص الاول: قبل ما تعلم بينا غدا تموت. هو يقول ناصر: انا خاصكم تعاونوني نخرج برا البلاد، الى لقاني سيف غادي يقتلني. قال له الشخص الاول: ولا عليك. وعلى هاد الشي خرج ناصر يكمي وبقى الاب ولده. قال الابن: اش غنديرو مع هذا حتى هو؟ هو يقول له الاب: غنحيدوه من طريقنا، ولكن قبل غنقضيو منو حاجتنا ونكشفو المستور. قال الابن: ولكن رسيف عرف بلي الحاجة ماشي مو. قال الاب: ولكن ما عرفش بلي خانت باه وناصر ولدها، كان غادي سايق طوموبيلتو حتى جاه ابي. هو يقول للغارد: سي حمزة، راسي سيف ما كاينش هاد النهار في القصر، وتأكدت بمعرفتي، انا غنأمن ليك الدخلة. حمزة قال: شكرا عبدو. الجارد قال: العفو. وبهذا الشيء سالات المكالمة. الجارد وهو كيترعد بالخلعة بسبب الفردي اللي حاط ليه سيف الدين فوق راسه. قال: سي سيف، راه قلت ليه شنو طلبتي مني. سيف الدين وعينيه عليه وإيديه متحكم فيها بزز. قال له: اسمعني مزيان، غتخليه يدخل بلا ما تعيق ولا تبين، أولا والله حتى نخسر عليه قرطاسة وحدة. قال له الجارد: واخا. خرج سيف وخلى رجاله مراقبين الجارد اللي عرفوه كيعاون حمزة على طريق الجارد الاخرين اللي قالوا ليه باللي شحال من مرة شافوه كيهضر معاه بتخبية وشكوا في أمره، وقالوا لسيف باللي راه حمزة هو اللي جابه. وبهيد الشي مشى سيف طاير للقصر. كي وصل ادخل عليهم لقى تعابير وجههم ما كتفسرش بهاد الشي اللي طاري. أكيد ماشي ساهل هاد الشي اللي كيدوزو مني، خصوصا خالد الزحر اللي دموحا ما نشفوش وحتى سارة. الحاج غير دخل سيف الدين وبغى يهضر معاه، ولكن حبسو سيف الدين وقال: سمعوني، هضرة وحدة غنقولها لكم وما غنعودهاش. سارة عينيها مدمعين وقالت له: ياك لاباس أخويا. قالت لطيفة: بنتي طرات ليها شي حاجة. ضير سيف الدين لف وهو يقول:
مازال ما لقيناها. دور عينيه لجهتهم وقال: غط نوضوا، اتجمعوا اللي خاصكم اليوم، حتى واحد فيكم مغيبات في القصر. سارة قالت: علاش؟ غوت سيف الدين وقال: ما يسولني حد، غديروا هادشي اللي كنقول لكم، غيديوكم ليغارد لدار الجبل حيت سالات الاصلاحات. اللحظة سكت وهو مصعوق حال لا ضربوا الضو، وبدا كيتفكر. قال: بداو فيه الاصلاحات. وهو يقول: لا ما يمكنش ما يمكنش. خلاهم ما فاهمين والو، كيعيطوا بسميتو وخرج كيجري. ديمارة طوموبيلته وزاد، والحاج اللي خرج طلب من جوج ديال لي غارد يتبعوه حيت ما ضامنش تصرفات سيف الدين وهو في هذه الحاله، وقدر يفهم من اللي حبس الهضره انه كاينه شي حاجه في شكل. وفي الدار ديال الجبل بدات كتحل عينيها بشويه، وبدات كتوضح لها الرؤيه، وكانت رقيه قدامها وكتشوف فيها شوفات ما مفهومينش. سحر كتحاول تفك ايديها والدوخه مازال فيها، كتقول: فين انا؟ اشنو وقع؟ قالت ليها رقيه: في دار راجلك. وهي تقول: سحر حل لي هادشي، واش حماقيتي؟ علاش كديري هادشي؟ علاش ياك ما شفتي مني غير المزيان؟ عمري في حياتي ما اديتك. رقيه والدموع في عينيها قالت: انتي ما درتيش، ولكن راجلك دار. سحر ما فهماتش وقالت: ما فهمتش. رقيه قالت لها: هو السبب باش قتلتها. هو السبب. وبدات كتبكي بهستيريا: انا كنت كنبغي اختي، ولكن بغيتو حتى هو، كان باغيني انا، واختي مشات هضرات معاه. انا كنتاقم لاختي، حيت كون ما هو ما نقتلهاش، هو السبب دموتها. سحر بالصدمه طبقات عينيها، قالت: كيف هاش؟ جاها الردان من اعتراف رقيه: كيف هاش وحده تقتل اختها على ود راجل؟ شافت حتى عيات وبقات ساكته كتسمع لرقيه اللي مره كتضحك ومره كتبكي، وتعاود ليها: كيفاش سافرات لبرا مباشره بعد ما عرفات سيف ناوي يخطب ناديه؟ وبدات كتخطط لانتقامها، وتعرفات على حمزه اللي بغاها، ولكن هي كانت عندها خطط اخرى. بقات كتهضر وتعاود وتبكي، وهنا قررت سحر تخدم خدمتها كطبيبه نفسيه باش توصل معها لشي حل. سيف غير وصل لدار الجبل، وقفوا موراه لي غارد اللي كانوا تابعينه، نزل من طوموبيلته وجبد الفردي مورا ظهره، تأكد أنه عامر ومشى بشوية حتى قرب حدا الباب، وهو يرجع اللور ودفعه بكتفه وبكل جهده حتى هرسه. كيدخل تصدم لشوف ترقية متكية فوق رجلين سحر وكتبكي، وسحر حتى هي دموعها نازلين. ما بقى عارف واش رقية مظلومة ولا ظالمة. دخلوا دغيا لي غارد وشدوا رقية اللي ما دارت حتى شي ردة فعل، كأنها في حالة صدمة، وعاد وعاد لأشنو دارت من اللي بدات كتعاود لسحر. أما سيف مشى كيحل سحر الكردة وعينيه على وجهها كأنه ما مطيقش أنها قدامه. فك ليها الحبل ونوضها، ولكن هي فشلات وكانت غدا تعاود تطيح كون ما إيدو القوية كانت حاكماها. دور إيدو على خصرها وجرها لعندو بكل قوة وقال: كنبغيك. كانت هادي آخر كلمة سمعات سحر قبل ما تفقد وعيها بين إيديه، الخوف اللي كانت حاسة به من اللي فاقت وعودات لها رقية. حمزة كان كيقلب على اللي هربوا، كيتسنى في الميناء حتى جا اللي غيعاونو، واتفقوا يتلاقاو مع 12 ديال الليل من بعد ما يكون حمزة سالى شغله وما يخلي حتى دليل للإدانة موراه. أما سحر كي فاقت لقات سيف متكي حداها في بيت في لابارتومون ديالو. سحر قالت: اشنو وقع؟ وهو يقول: سيف الدين فقدتي الوعي وجبت ليك الطبيبة. قالت له: كنت خايفة بزاف سيف. سيف كيدوز ايدو على راسها وقال: كل شي غيسالي اليوم. انطق بهاد الكلام وزير فكوه هو كيتسنى مواجهته مع حمزة في القصر. قالت له سحر: كيفاش؟ وهو يقول: سيف الدين والو انساي. وبات ليها راسها وقال: ارتاحي. قالت: رقية. قال ليها: بلا ما تفكري في شي حاجة دابا. قالت: خاصك تعرف. وهو يقول: اشنو غادي نعرف؟ سحر تقدت في الجلسة وقالت: رقية هي اللي يلاه بغات تكمل جملتها وهي تسمع صونات ديال الباب. ناضي في الدين شاف الكاميرا وعاد حل،
كانت أثارة والحاج والحاجة من غير شريفة اللي ما كيناش واللي فضلت تمشي لدار خوها حيت عيات من هاد الشي، وحتى صحتها غادة وكتراجع بدون سبب. سيف غير حل الباب